ينتقع البتنجان في عندنا هي اللحمه. انت حضرت هون كميه لحمه مستويه اوريدي؟ في عندي لحمه مستويه. اوكي، فبنبلش بنبلش بالحشي. لما حنحشيهم خلينا ننقي هاي، نحشي البيتنجانه تبعنا بس بدي اياها تنشف. أوكي. بعدين ننزلها بالزيت. طيب خلينا نحط لها شويه. ايه شويه نشفها. ايه لو سمحت كمان هالمعلومه مهمه، اذا احنا بدنا نحشي وما معنا وقت كثير قبل ما نقلي لازم البيتنجان ينشف ناشف. تمام صحيح، خصوصا انه حتنزلوه طرطشه بالمطبخ، طرطشه فوق الجري، كمان بدنا نليف ونمسح ونغير. طيب ما حلبس كفوف، حفوت فورا هيك تفضل بالحشي. هي اللحمه اللي عنا اللي جهزناها من قبل، اللحمه المفرومه اللي تقلت بالسمنه ونضاف عليها ملح والبهارات العربية. ما بدي خبركم ريحة السمنة وريحة التقلاية والروائح اللي بلشت اوريدي تطلع بالمطبخ. وعن جد عن جد شوف هلا كثير كثير بتفرق اللحمة لما بتقليها أنت بسمنة أو غير إذا بتقليها بزيت، الطعمة كلياتها بتفرق. أنا هاي الأكلة كلها عم سويها بالسمنة. سمن حموي ولا هلا إذا كان متوفر عندكم السمن العربي العربي الأصيل كمان بتطلع الأكلة أطيب وأطيب. طيب فيكم كمان إيه ملحيها. ملح وفلفل أسود. ولما بتحفروا دائما لما بتحشوا خلوا دائما عندكم مساحه للحشوه، يعني اقل شيء تكون عقله اصبع، وهي الحشوه من جوا حتى ما يعني مشان ما تدلق اللحمه لبرا.